أيها المعزون الكرام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وندعو الله العلي الكريم أن يكون جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة المؤمنون، اجتمعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة لتكريم والد كريم غاب عن عالمنا وانتقل إلى جوار ربه. ندعو الله العلي الكريم أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوسع له في قبره مد البصر، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اجتمعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة لتكريم وريثا من ورثة الأنبياء. اجتمعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة لتكريم الأستاذ محمود محمد أبو المجد جبل. ندعو الله العلي الكريم أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأن تكون سيرته العطرة في ميزان حسناته، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. حقا العلماء ورثة الأنبياء، ندعو الله العلي الكريم أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يكون هذا القرآن في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وصدق الإمام الشافعي: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتوا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة، وكنا منذ أيام قلائل نحتفل بالإسراء والمعراج، وفي هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله نحتفل بذكرى تحويل القبلة. فندعو الله العلي الكريم أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا ربنا صالح الأعمال، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. باسم حضراتكم جميعا نتقدم بخالص العزاء للمهندس أحمد محمد أبو المجد جبل، والسيد العقيد عبد العليم محمد أبو المجد جبل، والسيد المهندس حمدي محمد أبو المجد جبل، والمهندس مختار أبو المجد جبل، والحاج مصطفى محمد أبو المجد جبل، والسيد المستشار هشام منصور عبد العال زغلول، والسيد المهندس محمد محمود أبو المجد جبل. كما نتقدم باسم حضراتكم بخالص العزاء للأستاذ إبراهيم محمد أبو المجد، والحاج رضا أحمد أبو المجد جبل، ولعائلات أبو جبل، وعائلة رمضان، وعائلات عنان، وعائلات العزب، وعائلات زغلول، وعائلات علي أبو عيسى، وعائلات داود، وعائلات الأشلال، وعائلات الوتيدي، وعائلات الرخاوي. كما نتقدم بخالص العزاء أيضا للحاج جمال لطف الله وللبلد بأكملها، وندعو الله العلي الكريم أن يأجرهم في مصيبتهم،
وأن يدخلهم في زمرة من قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة علمان من أعلام القراء والقراءة لجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامية. معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامية، والمحكم الدولي في القرآن وعلومه على مستوى العالم أجمع. ندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا القرآن نورا ورحمات تتقاطر على والدنا الكريم في قبره، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. ومعنا أيضا في هذه الليلة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، وهو امتداد لمدرسة قرآنية كبيرة. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقه دائما إلى الخير فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقهما في هذه الليلة القرآنية المباركة، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. ونبدأ هذه الليلة القرآنية بهذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقه وأن يرزقنا جميعا حسن الاستماع، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعل وسطاً لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء
فعلر الجبر المسجد الحرام يا حيث ما ولئن
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت
وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما وحيثما قلتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
يفعل ولا يعلى عليه وليس بقول بشر. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من سورة البقرة استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي. وكانت هذه التلاوة خير بدء لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الوالد الكريم الأستاذ محمود محمد أبو المجد جبل. ندعو الله العلي الكريم أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلهم أهله الصبر والسروان، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. باسم حضراتكم نتقدم بخالص العزاء لإخوته السيد المهندس أحمد أبو المجد جبل والسيد العقيد عبد العليم أبو المجد جبل والمهندس حمدي والمهندس مختار والحاج مصطفى محمد أبو المجد والسيد المستشار هشام منصور عبد العال زغلول. كما أتقدم باسم حضراتكم بخالص العزاء لنجله السيد المهندس محمد محمود أبو المجد جبل ولجميع العائلة فردا فردا، وندعو الله العلي الكريم أن يأجرهم في مصيبتهم فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد صاحبنا خلال هذه التلاوة المباركة الهندسة الصوتية والكهرباء لأولاد البطوطي وفراشة حمدي حلاوة والخدمة الفندقية للمتر أحمد راغب سليم والمهندس أحمد الجعبري لتصوير الحفلات الدينية. شكرا لحضراتكم وشكر الله سعيكم جميعا.